اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، ورجعنا من الاستراحه ونبدا مع بعض الشوط الثاني. هنبدا في الغريبه علشان ام جوزيف حبيبتنا. الغريبه وصفتها سهله وبسيطه جدا، ثلاث مكونات بس، ثلاث مكونات علشان ينجحوا معانا وتطلع جميله ومش بتبصم، يعني مش بتسيب اثر واحنا بنشيلها، وتبقى برضو يعني دايبه كده وبتدوب في البق. تعالوا نقول هنعمل ايه. اول حاجه عندي في المقادير للغريبه عندي نص كيلو من الدقيق، لو هعمل نص كيلو من الدقيق، وعندي ربع كيلو من السمنه، السمنه لازم تكون ساقعه. طيب عندي كمان كوبايتين الا ربع من السكر البودره، كوبايتين الا ربع من سكر البودره. طيب التزيين بقى زي ما حضراتكم تحبوا، اما لوز او فستق او كريز اللي او زبيب، اللي حاجه انتوا تحبوها سيبوها ساده اللي يريح حضراتكم. طيب انا الـ 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 الاول حاجه في الغريبه لازم السمن ده يكون ساقع، ساقع علشان ايه؟ ما يبقاش دايب، لو هي دايبه زي الزيت مش هتبقى حلوه. طيب ناخد مدام سوريا. اهلا وسهلا، ازيك حبيبتي؟ اهلا اهلا وحشتيني حبيبه قلبي مدام سوريا. حبيبتي ميرسي. ايه الحلاوه دي والجمال دي، ربنا يحميكي. امين يا رب. يا حبيبتي حياتي تسلميلي، ربنا يخليكي. جميل قوي حبيبتي، اتفضلي. جميل قوي عليكي حبيبتي. حبيبتي ده من ذوق حضرتك والله. وبتسلم ايديكي، تسلم ايديكي على الحاجات الحلوه اللي بتعملها لنا. تسلمي روح قلبي. بارك لك يا بنتي. امين يا رب امين. تحيه لحضرتك ولاسرتك بنوتك الجميله. ميرسي ميرسي كتير حبيبه قلبي. تعبينك معانا عشان تكلمينا من استراليا، تعبينك معانا. اوعي تقولي كده، دي اقل حاجه حبيبه قلبي. ربنا يخليكي مدام سوريا ويسعد اوقاتك، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل اخواتنا الاباط بخير وصحه. ميرسي، كلك ذوقي عظيمه حبيبه قلبي. حضرتك تأمري باي حاجه؟ أعوز سلامتك حبيبتي. تسلميلي تسلميلي، ميرسي ميرسي لحضرتك قوي، ميرسي ميرسي لاتصالك ولسماع صوتك الجميل مدام سوريا، شكرا جزيلا ليكي حبيبه قلبي، شكرا. يعني احلى حاجه محبه الناس، محبه دي بتاعه ربنا فعلا، واسمحوا لي انا يعني ببعت لحضراتكم باقه حب من خلال شاشه قناه الاهلي لكل اصدقائي اللي بحبهم، ولكل الناس اللي بجد بتدعي لي دعوه من القلب وهي ما تعرفنيش، وغير الناس اللي بتعرفني، وطبعا لاسرتي واخواتي ولزوجي ولاولادي. ببعت لكم باقه حب كبيره جدا. طيب يلا بينا هنبدا مع بعض. بصوا بقى انا ممكن اعمل حاجه كده اوريكم، لو انا مش عندي مكنه ولا عندي حاجه تيجي كده نجرب نعملها سوا بايدينا، يمكن ربنا يكرمنا كده وتصلح وتبقى حلوه معانا. تعالوا كده نشوف. بسم الله. طبعا بنشف البوله كويس عشان يعني ايه تبقى ما فيهاش، عشان الماده الدهنيه ما تبقاش فيها مشكله مع الميه. هقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهي. اول حاجه خليني امسك السمن كده وايه واضربها الاول، هفككها الاول كده الاول بس عشان هي جامده، هفككها كده الاول وبعدين بايديا. اول ما حراره ايدي السمنه دي هتاخد حراره ايدي، تاكدوا انها هتدوب تماما. طيب تعالوا بقى، سمنه بلدي طبعا. بصوا بقى هبدا. معانا ام اسلام، يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حبيبتي. ايه النور ده؟ ده انا مامتي دعيالي ولا ايه؟ لا يا قلبي، ده انا اللي ماما دعيالي. ربنا يخليك يا رب في كل خطوه سلامه، ودايما دعيالك، انت عارفه محبتك. حبيبتي والله حبيبتي، مش قادره اقول لك قد ايه انت بنتي وحبيبتي واختي وكل حاجه. ربنا يخليكي ليا والله، وعقبال ما تفرحي باسلام ان شاء الله، ولو اني عارفه انه اهلاوي متعصب. طبعا كلنا اهلاويين. انا عارفه والله، انا عارفه. والله لا انت عارفه يعني لما يكون في ماتش للاهلي مش قادره اقول لك بيبقى في كهرباء في البيت. هو انا ما سمعتش في التليفون؟ ما انا سمعت. يا حبيبتي انا مش قادره اقول لك بجد والله. ماما لو سمحتي ما تخشيش، ماما ابقى عارفه ان في ماتش للاهلي خلاص ما فيش. في كهرباء في البيت؟ في كهرباء طبعا. حبيبه قلبي دايما عامر يا رب. يا حبيبتي ويحب فيكي خلقه ويحسن ما بين ايديكي يا رب، وحشتيني جدا جدا مش قادره اقول لك قد ايه. حبيبتي انت اكتر بكتير بكتير بكتير.
ربنا يسعدك يا قلبي، ربنا يسعدك يا رب، وكل سنة وانتي طيبة، كل أخواتنا الأقباط كل سنة وهم طيبين، وكل اللي ورا الكاميرات كل سنة وهم طيبين، وكل سنة والأهلي طيب. تسلمي. الأهلي حديث. الأهلي حديث. كل سنة وهم طيبين، وكل سنة وقناة الأهلي طيبة، وربنا يسعدكم يا رب، ودايما من نجاح لنجاح. أمين. ودايما من تقدم لتقدم، ودايما رافعين راسنا. أمين. الأهلي دايما رافعين راسنا. ربنا أمين. يبارك لكم كلكم. أمين يا حبيبتي، تسلمي لي، وميرسي على الدعوة الحلوة دي بجد والله. يا حبيبتي تسلمي. تسلمي يا أم إسلام، شرفتينا ونورتينا يا حبيبة قلبي. شكرا ليكي، شكرا ليكي، شكرا لكل حبايبي والله نورتينا. طيب بصوا بقى، انا خلطت ايه؟ اول حاجه خلطت السمنه البارده لوحدها. ليه؟ لان احنا قلنا ان هي بارده، صح؟ طيب فتفتها كده بايديا، خدت حراره ايدي، بصوا بدات تدوب، شايفين اللون بقى فاتح ازاي؟ زي لون التلج كده. طيب ومصفره سمنه برده، يعني فيها الصفار البسيط بتاع لون السمنه. طيب خدت بعد كده كميه السكر، كوبايتين الا ربع سكر بودره. طيب نتكلم عن السكر البودره، نقول ايه؟ السكر البودره لو حضراتكم هتطحنوه في البيت بعد اذنكم الخلوق، يعني ايه؟ عشان بيبقى فيه بواقي كده بتبقى يعني ناشفه شويه، فالبواقي الناشفه دي بتخلي الغريبه تنشف، ما تبقاش حلوه. طيب الترميله بتاعت السمنه دي لما بطحن، بصوا بايدي كده اهي، خدت حراره ايدي وبدات، شايفينها ازاي؟ هنضيف بقى الدقيق شويه شويه، نخلط بقى كده شويه حلوين من الدقيق، حطيت عليه ذره ملح واحده. وناخد معانا احمد، اهلا وسهلا. يا شيخ عظيم، اهلا بيك يا فندم، اتفضل. منوره قناه الاهلي ومنوره الدنيا كلها والله العظيم. ربنا يخليك، يسلم ذوق حضرتك، شكرا. احمد الدبيكي. اهلا استاذ احمد الدبيكي، حضرتك من متابعينا، يا نهار ابيض، شرفتنا يا فندم. ده انا اللي بذات شرف ان من متابعين القدامى. يا نهار ابيض، يا اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا طبعا، على راسنا من فوق. طبعا منوره الدنيا كلها والله. انا تعبت جدا قبل ما وصلت الصراحه يعني. الحمد لله ان حضرتك وصلت في النهايه، الحمد لله. الحمد لله دايما منوره الدنيا والله، في اي مكان حضرتك منوره الدنيا. و الله يخليك يا فندم، الله يخليك، كل حاجه بتقدمها لنا والله جميله يعني. ربنا يخليك يا فندم، يسلم ذوق حضرتك، وتحياتي لاسره سيادتك كلها. تحياتي لكل شخص بيعمل خلف الكاميرات وامام الكاميرات. الله يخليك يا فندم، يسلم ذوق حضرتك. حضرتك ليك اي طلب؟ طب استاذ احمد، يا ريت يعني معلش عايز اعرف الطريقه الصحيحه لعمل البتيفور، بس يعني ما يفش في الفرن. حاضر، من عيني اقولها لحضرتك حالا دلوقتي. عينيا ليك، اتفضل يا فندم، شرفتنا استاذ احمد، شكرا ليك. بصوا بقى دلوقتي انا بديها، بتاخد حراره ايدي طبعا، هتنعم، بس طبعا اللي بالايد غير الحقيقه. دلوقتي بقى انا هحطها في الماكينه، اديها الايه الخلطه عشان اقوى من ايدي بقى بشويه، لكن انا طبعا هفضل اعمل كده بس عشان وقتنا، والحق مع حضراتكم اعمل الوصفه الثالثه. بسم الله، هنحط كده الايه الحله بتاعتنا كده، ونحط الكف برده عشان تتضرب ضربه حلوه. بسم الله، بسم الله، هنا تعالي كده لفي عشان اشوفك الناحيه دي. طيب كده، ايوه اهو. مين؟ قولي كده. هننزل بقى بقيه الكميه، طبعا هتعملوا انتوا بايديكم براحتكم خالص، خدوا وقتكم عشان ايه. طيب انا لما بستخدم دي جميع الاستخدامات، عشان بس نبقى اتكلمنا عنه، في الوصفات بتاعه الكحك والبسكوت وكده، هي فيها ميزه ان هي ما بتعملش عرق زي البسكوتات الثانيه، زي انواع الدقيق الثانيه بيبقى فيها جلوتين شويه اعلى، فاحنا ايه بنخلي بالنا من الجزئيه دي. بسم الله، فبتبقى امان. البتيفور من الوصفات اللي بنخاف منه اما يفرش او يطرد الزبده، وفي الحاله دي لازم استخدم الزبده ساقعه. عاده كيلو الدقيق بياخد حوالي 625 جرام من الايه، ولو عندنا مقادير البتيفور يا ريت ننزلها على الشاشه بعد اذنك يا ندى عشان اصدقائنا، ونضرب ضربه حلوه. انتوا قدامكم قد ايه؟ قولولي.
اهي دي مسقعه خمسه بس. طيب ماشي. ومعانا عزه، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا وحشتيني. يا حبيبه قلبي الحمد لله. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الله يخليكي، كل سنه وانت طيبه وتسلم ايدك على كل اللي انت بتعمليه. حبيبه قلبي ربنا يخليكي، شكرا لحضرتك جدا. انت كانت الاهلي طبعا، وانا اللي كنت دعيتك، ربنا يكرمنا قدام الرضا. يا حبيبه قلبي اهلا بحضرتك والله. تسلمين. انا زغرات الفوز للاهلي والله. يا رب يخليك يا فندم، تحيه لحضرتك بجد. انا بس عايز اعرف ايه السردسيه التركيه. إيه معلش انا هقف هنا عشان اسمع كويس حضرتك. معلش قولي لي تاني. إيه عايز اعرف ايه السركسيه التركيه اللي بسمع عنها، بس انا مش عارفاها يعني ايه هي الشركسيه التركيه. حاضر. لا دي جميله جدا وبسيطه جدا نعملها. حاضر. واقول لحضرتك دلوقتي كمان بتتعمل ازاي. ربنا يخليكي، كل سنه وانتي طيبه وكل حضرتك بصحه وسلامه. طيبين حبيبتي. تسلمي. الف مبروك لتصعيد النادي الاهلي لنص النهائي. حبيبه قلبي الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. اليوم كانت قد ايه؟ الله يبارك في حضرتك يا مدام عزه، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا. بصوا بقى شايفين الخليط عامل ازاي، خريط الغريبه وهي ما بتلزقش، لكن السمن ده مهم قوي قوي الخطوه دي. برضو في البيتيفور يا استاذ احمد، هنزل بعد اذنكم مقادير البيتيفور عشان استاذ احمد الدبيكي. وعايزه اقول لحضرتك انه الزبده هتطلع من الثلاجه، هنقطعها مكعبات ونوزنها، وبعد ما بنوزنها هنحطها كده على الايه، على ترابيزه المطبخ او رخامه المطبخ، وبعدين نجهز بقيه الحاجات. بضرب الزبده الاول مع كميه السكر، وهنزل لحضرتك المقادير دلوقتي. السكر البودره اللي المفروض نكون احنا شارينه مطحون ناعم، او لو في البيت يبقى ننخله عشان يبقى ايه، ما فيهوش الحبيبات. طيب هناخد كده ونبدا نشكل بقى، اوري لحضراتكم على الصاج. بسم الله. طبعا الغريبه ما بنحطلهاش تحتها ورق زبده ولا حاجه، اهي ناخد كده على حسب الحجم اللي حضراتكم بتحبوه. يعني مثلا الحجم الصغير اهو، خلينا نعمل من الحجم الصغير اهو كده. بصوا بقى تيجوا تعملوا الكوره كده، العجينه ما بتشققش، يعني ايه ما فيهاش شرخ، ناعمه ناعمه خالص. شوفوا ناعمه يا غريبه، صح؟ وشوفوا جميله ازاي. طب هفترض حضرتك بتعمليها ولقيتيها بدات سايحه شويه، البتيفور هيبقى معانا اهو يا استاذ احمد، معانا المقادير اهي قدام حضرتك. بنخلط الاول نسبه الزبده مظبوطه على فكره، 25 جرام دول حضرتك هتلاقيهم انت محتاجهم، هم ممكن يفرقوا في نص معلقه ولا حاجه، بس بيفرقوا في الخليط صدقني. يعني ده بعد ما الواحد ايه، في ناس بتقول 650 هيبقى زياده. اهم حاجه الزبده ساقعه والمكونات تبقى ساقعه، المكان حاجة تشتغل فيه ساقع. اذا لقيته بدا الخليط يبقى لين، حطه في الثلاجه قبل التشكيل، مش هيجرى له اي حاجه. الخليط اللي قدام حضرتك ده لجيب الحلواني، يعني اللي احنا بنستخدمه في جيب الحلواني، لكن اذا حضرتك حابه في الماكينه هتزود من نص لكوبايه دقيق على حسب الايه، نوع الدقيق اللي حضرتك بتستخدمه. تمام. انا بس بقفل كده الشكل الغريبه بتاعتي. الغريبه لونها يفتح كده كل ما نديها خدمه السمنه ساقعه، وتتخدم الاول ضرب السمنه لوحدها وبعدين نسبه السكر تتضاف عليها. بصوا بقى الكوره بجيبها هنا اهو، بين هنا في الحته دي. وعلى فكره طب اقول لك على حاجه، مخرجنا اصلا استاذ ابراهيم بيسالني على حاجه مهمه، بيقول لي وريني طب بتشكلي الكوره ازاي. على فكره في ناس بتطلع الكوره معاها بيضاويه، يعني مش شرط تطلع كوره مدوره، فسبحان الله كل واحد ايده على حسب يعني. فحتى لو حصلت كده سويها عادي في يعني في صاج الفرن وهتطلع مظبوطه. بصوا بقى، طيب نقدر نحتفظ بعجينه كحك، بعجينه بيتي فور، بعجينه غريبه في الفريزر؟ اه نقدر نشيل اي حاجه احنا زياده عندنا، نشيلها كعجينه وفي اي وقت تاني نحتاجها تطلع تفك على الرخامه ونبدا نشكلها بشكل تاني. اهي الكوره، وزي ما قلت لحضراتكم الخليط لازم يبقى ناعم ومظبوط. طبعا عايزين توزنوا قوي بقى بالوزن يعني، بس طبعا احنا كلنا ما بنعملش كده في البيت، بيبقى تقريبا المامهات كلهم على حسب يعني رؤيه عينيهم واحساسهم، طبعا خبره من السنين. لكن لو عايزين توزنوه اوزنوها تطلع كلها قد بعض. ماشي، يبقى نجاح الغريبه في السمن الساقعه
وفي كمان الضرب بتاع السمنه الاول وبعدين ضرب الايه السمنه والسكر مع بعض، وبعد كده نضيف الدقيق وما نعجنش كتير. يلا هنحط الحركات حالا. اخر حاجه اهي اهي، بصوا الصوص جميل ازاي. طبعا ما بنحط لهاش سمنه ولا زيت، هي مليانه سمنه اهو. تعالوا بقى نحط هنا مثلا وندقه كده. لو عايزين اللوز يفضل ابيض ما يتحمرش زي اللي انا عاملاها، حضراتكم نقعوا اللوز من بالليل في ميه في الثلاجه تمام. وبعدين بصوا بتك تكه بسيطه وانا بسكن بس البتاع، لكن ما ببططش الايه الغريبايه نفسها، ما ببططهاش، ما بضغطش عليها جامد عشان هي كده كده هتاخد ايه سنه، هتريح في الفرن فهتاخد سنه كده حلوه يعني اهي. ناخد بقى ممكن كريز، ناخد كده ايه هنا نص كريزه كده. معانا هدى. يا هدهد. الو ايوه يا ست عظيمه. يا خرابي ايه العسل ده، اهلا اهلا. انا بحبك قوي قوي قوي، وانا كمان اهلاويه ومبسوطه قوي ان حضرتك طلعتي الاهلي. يا روح قلبي يا روح قلبي، انا كمان مبسوطه اني سمعت صوتك قوي النهارده يا هدهد. انا بحبك قوي، نفسي قوي اشرب ميه معاكي قوي. يا نهار ابيض، لو كنت معايا دلوقتي كان زمانك بتزيني الغريبه بالكريزه الاحمر دي. انا كمان بعرف اعمل بيت كويس قوي. ما شاء الله عليكي يا روح قلبي يا روح قلبي، انا مبسوطه بيكي جدا. في سنه كام يا هدى؟ انا في الفاينل فور. يا روح قلبي ربنا يوفقك، عندك امتحانات قربنا بعد العيد صح؟ صح. ان شاء الله اشوفك من المتفوقات وتكلميني وانت ناجحه وجايبه شهاده كده، وبعدين تطلعي معايا بقى في البرنامج. اتفقنا يا روح قلبي، نورتيني وشرفتيني. عايزه حاجه اعملها لك؟ لا، عايزاكي تعملي لي كريب شوكولا. من العين دي والعين دي يا روح قلبي. ميرسي. ميرسي يا روحي، ميرسي على اتصالك يا حبيبه قلبي. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك. ميرسي يا دوده. بيقولوا لك يا توته اكيد. بصوا بقى هندخلها الفرن، حراره 160 ولا اي حاجه. يعني انا لو هنبص بصه برضو مع حضراتكم كده على البسكوت، بصوا كده سريع قبل ما احطه عشان عايزه ارفع الصاج اللي تحت ده للغريبه. يلا طيب نحط بقى هنا الصاج ده كده لفوق شويه عشان مش هينفع احط الغريبه اللي تحت، هحطها هنا حراره 160 المفروض علشان ايه تفضل بيضه، المفروض ما تحمرش. اول ما تحت تاخد لون ذهبي بسيط خلاص انا هطفي الفرن وهطلعها. ولو حضراتكم هتبداوا بيها في الاول او الفرن كان حامي، هدوا الفرن الاول وبعدين ابداوا اشتغلوا فيها. طبعا اعتقد كده الحكم صفر بانتهاء الشوط الثاني، هنروح لاستراحه ونرجع للاكسترا تايم في انتظار حضراتكم.